بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وسيم تك وفيديو جديد. سنتحدث اليوم عن كيفية تفعيل ويندوز 7 بطريقة سهلة وسريعة جدا. فحينما لا يكون الويندوز الذي تتوفرون عليه مفعلا، تأتيك رسالة كلما فتحت حاسوبك تذكرك بأن الويندوز الذي تتوفر عليه غير مفعل وتدعوك إلى تفعيله. وللتأكد من أن الويندوز غير مفعل، نأتي إلى هذه الأيقونة، إلى أيقونة الويندوز، نضغط عليها ثم نضغط حيث مكتوب أورديناتور أو حاسوب، ثم نأتي إلى بروبريتي أو خاصيات، فتظهر لنا هذه الصفحة، وهنا تجد بالأسفل مكتوب بالأزرق تغيير مفتاح المنتوج وتدعوك إلى تفعيل الويندوز الآن. نقوم بإغلاق هذه النافذة ثم نقوم بإحضار رابط تفعيل هذا المفتاح. إذا نحضر رابط تفعيل ويندوز الذي ترون والذي سأتركه لكم في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. نقوم بنسخه ثم ننسقه بمحرك البحث جوجل للذهاب إلى الموقع الذي يمكننا من ذلك. نفتح الموقع فتظهر لنا هذه الصفحة، ثم نضغط هنا على النافذة الزرقاء Free Download، ثم ننزل قليلا إلى الأسفل، نضغط هنا كما مكتوب هنا أن أنا لست بروبو، I'm not a robot، je ne suis pas un robot. ننقر عليها ثم ننتظر حتى تنتهي هذه الثواني المكتوبة هنا في هذه النافذة الحمراء، حتى نصل إلى صفر ثانية، ثم ستضيء النافذة الخضراء في الموجودة في الأسفل كما ترون. نضغط عليها Create Download Link، ثم نضغط على هذه النافذة الأخرى Click Here to Download، انقر هنا للتحميل لإجراء عملية التحميل كما ترون في هذه الزاوية أسفل الفيديو. بدأت عملية التحميل في WinRAR، وعند انتهاء عملية التحميل يمكننا فتح هذا الملف من Open كما ترون، من هنا من أوفريغ من Open، أو من هنا من Affiché dans le dossier، أي إظهار الملف حيث يتواجد هنا بالكمبيوتر. هنا ظهر الملف ويمكننا نقل هذا الملف إلى سطح المكتب بهذه الطريقة، عن طريق جر هذا الملف إلى سطح المكتب إلى بيغو أو ديسكتوب. نقلناه إلى المكتب، نذهب إلى سطح المكتب، هذا هو الملف، ونقوم باستخراجه هنا في سطح المكتب. نضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم نضغط على Extract Here أو Extraire ici بالفرنسية، فتظهر لنا هذه النافذة، ثم نضغط على Install ويبدأ التحميل، تحميل مفتاح تفعيل ويندوز 7. وسأوقف التسجيل إلى حين انتهاء التحميل ثم نواصل. هنا التحميل قد انتهى، نضغط على على OK، وبذلك قمنا بعملية التفعيل. ثم نذهب إلى التأكد، نضغط على الأيقونة ثم على أورديناتور ثم على بروبريتي، فنجد هنا مكتوب بأن الويندوز مفعل كما ترون. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.